اهلا بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني صديقي العزيز ونجم الاهلي ومدير اكاديميه نادي الاهلي بالامارات الكابتن الكبير الكابتن احمد صديق. هلا والله. لا مش قوي لسه بيتكلم مصري والله. ده كميد عامل ايه؟ زي الفل يا نجم حبيبي يا ميد. وحشني جدا اكيد طبعا والناس كلها يعني. وانت كمان والله انت وحشهم جدا. طمنا عليك بقى وطمنا على اكاديميتنا في الامارات بلدنا الثانيه. الحمد لله يعني الحمد لله الامور ماشيه كويس. دلوقتي في اجازه الموسم يعني. الحمد لله الدنيا ماشيه كويس جدا الفتره الاخيره. الحمد لله احنا وصلنا لاربع فروع. الاعداد بدات تتزايد بشكل كويس جدا. بدا يبقى فيه لعيبه كويسه ان شاء الله. يمكن الفتره دي مع تزامنا مع اختبارات الناشئين في النادي الاهلي ان شاء الله هنقدر نقدم ان شاء الله لعيبه مميزه تقدر ان شاء الله يبقى ليها دور في قطاع الناشئين في النادي الاهلي باذن الله. كم فرع هناك يا كابتن احمد؟ اربع فروع دلوقتي الحمد لله. اربع فروع؟ اه الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله يعني. شكلنا بعد الهوا حابين وبينك بقى ان شاء الله. بعد الهوا نتكلم انا وانت ان شاء الله يعني. نتكلم عن بطوله افريقيا اكيد. واكيد الناس عايزه تسمع رايك في خروجنا من بطوله افريقيا قبل ما اسالك على البطوله كجو عام. خروجنا في البدايه يعني كانت مفاجاه بالنسبه لك ولا كان الموضوع انت متوقعه؟ والله متوقعه بس برضو الواحد تاثر جدا بالمفاجاه. في نفس الوقت يعني من البدايه كان بدايه الاختيارات قبل البطوله كان في حاجات كتيره جدا غامضه وصعبه جدا حد يتخيلها يعني. انت حتى لو بصيت من خلال الماتشات يعني مع احترامي الكامل حتى لل11 اللي في الملعب لكن بتبص على الدكه ما فيش واحد تحس انه يقدر ينزل غير لك ماتش باستثناء وليد سليمان. مين تاني اللي ممكن ينزل غير لك ماتش؟ فالامور كانت صعبه من البدايه. ده كان متوقع الواحد ما كانش يتمناه يعني. يعني زي الشر اللي تتوقعه بس ما تتمناهوش يعني بالظبط كده. وده اللي حصل. كان حتى لما بدات البطوله ماتش في الثاني كنت بتقول الاداء ممكن يتحسن لكن ده ما كانش بيحصل. بناء على كده حصلت الصدمه الكبيره بالنسبه لنا كلنا واكيد بالنسبه للشعب المصري كله انك تخرج من دور ال 16 من جنوب افريقيا. طيب انا يعني خلينا نتكلم بواقعيه شويه. تمام. انت بتقول ان الدنيا بالنسبه لينا احنا كنا متوقعين لكن اتصدمنا. طبعا. طيب الناس اللي هم كانوا عايشين بقى وشايفين الاحداث واحدة بواحدة وشايفين الاختيارات معظمها غلط وشايفين مشاكل ما بتحلش وشايفين بلاوي ده يعني وما خفي كان اعظم يعني ده اللي احنا شفناه اكيد في بقى اكيد في حاجات يعني ما بنشوفهاش. ما هو بدا دلوقتي يطلع تصريحات كتيره زي ما انت بتشوف ده لسه كمان ده لسه يعني بدا يطلع تصريحات كتيره جدا لسه يعني لسه. ليه بقى الناس دي مستغربه ان احنا خرجنا؟ يعني احنا ماشي انت مستغرب شويه انت بتقول انا متوقع بس يعني زعلت شويه ليه طبعاً. بقى هم زعلانين ان احنا خرجنا هم عارفين ان السنه يبقى في فشل وفشل ذريع كمان. يمكن زي ما بقول لك يمكن حتى اليومين اللي فاتوا بدا يطلع تصريحات ان في ناس في اعضاء مجلس الاتحاد انهم ما كانوش موافقين على الاختيارات او كان ليهم رؤيه لبعض اللعيبه انها تبقى متواجده فبدا يطلع كلام كتير جدا لكن في النهايه اللي حصل. طب شايف الكلام ده ازاي يا كابتن؟ يعني شايف ان انا وانت مثلا بندير حاجه وانت لما اتشلت رحت انا والله انا ما كنتش موافق ده انا ده كان بيعمل حاجات كتير انا مش موافق عليها ده كان مش عارف ايه وايه وايه وايه. بتشوف الموضوع ده ازاي؟ لا يعني معنى كده ان ما فيش اتفاق داخل المجلس والا ما كناش نشوف التصريحات دي دلوقتي. بالعكس لو كان في تفاهم من البدايه كمجلس اتحاد كوره انه اكيد لازم بالاجماع يكون في اختيار لمدير فني مسؤول عن اكبر منتخب في افريقيا في بطوله مهمه جدا على ارضه الدوله ما تاخرتش في اي حاجه عملت نظام او تنظيم على اعلى مستوى فكان من الافضل كمان ان برضو الاختيار انك تختار جهاز فني لمنتخب مصر يبقى برضو على اعلى مستوى واكيد ده ما حصلش. يمكن حتى من البدايه كان في تخبط جامد جدا مع احترامي الكامل للحقيقه او عدمها ان كان بدا برضو في بدايه الاختيار كان في مشاكل على المدير الفني شبهه فساد او كلام كان كتير جدا من البدايه ومع ذلك الامور مشيت والامور تتوالت. لكن يمكن برضو يمكن احنا اتخدعنا شويه بالماتشات الوديه اللي عملها مستر والله العظيم انا متخدعت في البدايه انا متخدعت يمكن احنا عشان كنا مع مستر كوبر كانت الامور صعبه جدا ما كناش بنروح للجول فلما شفنا الجول لما شفنا كده الناس توسمت خيرا لكن ده مش ده اللي حصل بالظبط يعني. كان حتى برضو مؤخرا ماتش تقريبا كان اخر ماتش النيجر لما خسرنا تقريبا او نيجيريا خسرنا برضو لا الامور بدات بقى الامور تبان على حقيقتها زي ما بيقولوا لان طبعا الاختيارات كمان فرق كتير جدا اختيارات اللعيبه كانت فرق كتير جدا وبالذات بطولة افريقيا يعني الاختيارات بس يا ريت على الاختيارات بس. وانا جاي كنت بسمع الراديو فسمعت احد اعضاء اتحاد الكره السابق اللي انا بكن له كل حب واحترام بصراحه عنده برنامج يعني في راديو بيتكلم بيقول ان احنا العمل العام احنا ما استفدناش منه على قد ما احنا اتضرينا. فانا بصراحه عارف رحت راجع بالكرسي كده ورا كده
كلمة صعبة مش كده؟ ولا أنا الوحيد اللي استغربت؟ لا طبعا كلمة صعبة طبعا، خصوصا أنت داخل عمل عام أو حاجة المفروض أن أنت بتساعد بيها. طيب ما أنت ما نجحتش يبقى ما تقولش أنك اتضريت، ما أنت ما أفدتش برضه، وهي دي المشكلة الأكبر. شايف أنت متواجد، شايف أن كل استفاد استفادة ما بعدها استفادة. لا بص، ما حدش بيتواجد في المكان اللي ما يستفيد منه، ده طبيعي جدا. إلا من رحم ربنا طبعا. لا يعني ما خلينا نقول خلينا أكيد في ناس كويسة أحمد، طبيعي جدا في كل مكان، طبيعي جدا. الكتير والقليل، ممكن العكس بقى، القليل وحش والكتير كويس، ممكن الكتير وحش والقليل كويس، لكن في كل مكان هتلاقي فيه اللي بتقرب ربنا طبيعي جدا، وهتلاقي فيه اللي رايح طبعًا. انا رايح مش هسيبه المكان طبعًا. ده لازم انسفه في كده طبعا. لا واحنا ما ننكرش ان في ناس في اتحاد الكوره عايزه المصلحه العامه فعلا، وكانت بتسعى وبتجتهد. يمكن انا كنت بشوف ده بنفسي، يمكن انا كان ليا حاجات بخلصها في اتحاد الكوره من فتره قريبه، كنت بشوف الناس اللي عايزه فعلا. يعني لا كان في ناس بتحاول وبتجتهد بس كان في وبتتواصل طبعا، لكن كان في عارف سمك الصغار والقرش في بص احنا طول عمرنا عارفين ان في كده في اتحاد الكوره وفي اي مجال لازم تلاقي كده وتلاقي كده. ده امر واقع وامر بيحصل باستمرار. يعني والله كنت بتكلم قبل ما تدخل، كنت بتكلم مع الناس في الانترو، بقول ان احنا شعب طيب قوي، بننسى بسرعه. يعني عارفين مثلا عبد الحميد حسن وحش قوي وطلع بكذا وش وطلع وبننسى. يعني ممكن تشوفني في وقت تاني تنسى كل اللي فات. دي طبيعه الشعب المصري يعني طيب جدا. مش والحاجه الكويسه بتنسي الحاجه الوحشه. مش عايز اقول للاسف لان دي الطبيعه، الطبيعه انت تبقى طيب، لكن اللي مش طبيعي انت تستغفلني او تضحك عليا او تستغل طبطي. طبعا مش كده؟ طبعا. وده بصراحه انا بس انت برضه يا ميدو لو بصيت، احنا بقالنا يعني بقالنا سنوات طويله جدا عندنا مشاكل جامده جدا في اتحاد الكوره جدا. يعني بالعكس، يمكن الفتره الاخيره دي يمكن في امور استثنائيه، دوري استثنائي وبطوله امم افريقيا في شهرين ثلاثه، خدت القرار ان تعمل على ملعبك، يعني يمكن دي في امور. لكن انت لو لاحظت بقى لنا كتير جدا، بقى لنا فتره طويله فعلا يعني بنعاني بشكل كبير جدا من اتحاد الكوره او من الخطوات اللي بتحصل في اتحاد الكوره. تخيل يعني مع ان احنا كنا متوسمين خير قوي فيه في الاول. والله يعني كنا اتمنى طبعا كابتن هاني ابو ريده، قلنا اسم كبير وليه تاريخه في المجال ده، فكنا متوسمين ان الامور ممكن تبقى افضل من كده. كمان لما دخل الكابتن احمد شوبير كنائب رئيس برضو، او قلنا برضو الامور هتحسن لان ليه رؤيه لكن ما نعرفش يعني ما نعرفش المشكله جايه منين بالظبط. فعلا الواحد نفسه يعرف المشكله جايه منين. انا عارف. طب انت عارف قول لي. انا ما اعرفش. انا بقول كده للناس لما عارف لما بتزهق او بيصعب عليك، ان انت زي ما انت قلت احمد، انت بلد كبيره قوي طبعا، واتحاد مصر كبير قوي طبعا، وبلد بتعشق الكوره وعايز ايه عندك. لا وعندك عايز ايه تاني؟ بص يا ميدو الامانه بجد، يعني النظام والتنظيم اللي شفناه حاجه تبسط بجد. شفت. حاجه تبسط وتزعل قوي انك ما تاخدش بطوله زي كده او ما تلعبش نهائي بطوله زي كده، صعب جدا يعني. شفت يعني بجد يعني صعب جدا، خصوصا انت البطوله اللي فاتت انت واصل نهائي، فبرضه الامور يعني خلي بالك برضه ما انت كنت واصل نهائي برضه مزيف معاك ما قلناش حاجه. ما فيش اداء، لكن انا بتكلم في وبان في كاس العالم طبيعي جدا. مش عايزين بقى نفتح كاس العالم تاني عشان نفتكر برضه، لكن انا بقول ان مع التنظيم اللي موجود ومع بجد كل الامكانيات المسخره انك تعمل بطوله كويسه، كان لازم تاخد بطوله زي كده، كان مهم جدا انك تكمل ده بانك بتاخد البطوله. شوف انت هتاخد بطوله ازاي؟ اديني سبب واحد تاخد بطوله بيه غير ان احنا بنقول يا رب ونعم بالله كفايه. ماشي ما طبعا دي كفايه جدا. ما انا بقول لك يعني بس ربنا يعني ربنا، ما انت مش هتقعد تقول يا رب وانت ما بتعملش حاجه طبعا. يعني ربنا بيتقبل دعانا كتير قوي يا احمد، خلي بالك قبل كده في بطولات كتير ربنا اتقبل دعانا بكتير كتير قوي. يعني كوبر كان هيجيب لنص الشعب، مش عايز اقول انا اسف يعني اسف. طب خلينا قبل كده كان نص الشعب هيجي له سكته قلبيه، احنا كنا بنكسب وفي ناس بتموت وفرحانين يعني الناس مش مشكله يموت يا عم بس نكسب. فهنفضل لغايه يعني نفضل كده لغايه امتى؟ نفضل تدعي من غير ما تشتغل لغايه امتى؟ بص انا عايز اقول حاجه، يعني انا من وجهه نظر يعني من ضمن الاسباب اللي هتخليك يبقى عندك منتخب قوي جدا انتظام البطوله، نظام الدوري ده مهم جدا. ليه؟ انت معلش انت برضو بيجي عليك وقت تلعب كل ثلاث ايام مباراه، ويجي عليك وقت تلعب كل شهر مباراه، وانتظام الدوري يعني حاجات كتير لازم يجي من اداره قويه طبعا. ما انا بكلمك في كده ان ده اساس مهم جدا جدا جدا. انت بالامانه برضو بتلاقي فرق بتلعب كل ثلاث ايام وفرق بتلعب كل شهر، امر صعب جدا. بتلعب في دوري نصه بيخلص قبل بطوله افريقيا والنص الثاني يكمل بعد بطوله افريقيا، امور صعبه جدا. احنا نشيل الماتش اللي بعد السنه اللي جايه يعني امور صعبه جدا 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 فعلا انها تبقى انها تطلع لك منتخب قوي. طيب انت برضو اديني سبب واحد يخلينا كنا متعشمين ان احنا ناخد البطوله غير ان احنا بنقول يا رب بجد ومصر وبلدنا. مفيش اي سبب غير ان البطوله على ملعبك وجمهورك ما كانش في حاجه ثانيه غير كده. انا من وجهه نظري كده يعني مع احترامي الكامل للجميع، يعني ما كانش في حاجه غير كده. تخيل احنا عملنا كل ده
زي ما انت بتقول ونظمنا بطوله في اقل من 4 شهور او 4 5 شهور يا سيدي. دي الحسنه الوحيده اللي موجوده في البطوله. وعملنا بطوله على احسن ما يكون، العالم كله اتكلم عليها، الوطن العربي كله اتكلم عليها، وقال لك مصر سباقه ومصر رائده ومصر فيها شباب. محمد فضل ما شاء الله، ما شاء الله طبعا اسمه كبير طبعًا جدا، مع ان محمد فضل انا عارفه يعني هو طول عمره كده، لكن جه بعد مش الاتحاد الافريقي بقى يقول لك شكرا، المفروض يقول لك شكرا ولا ايه؟ طبعا المفروض انك شلت حمل كبير جدا كان عليه. لا هو قال لك لاقي. هو قال لك احنا لغينا القيد الاستثنائي الافريقي لانديه مصر، يعني ده او ده الجزاء يعني انه انك ان مصر متابع انت الاخبار دي؟ طبعا طبعا يعني انت بتتكلم انه مورطنا كلنا دلوقتي. يعني انا من وجهه نظري انك ان اللي عمله المسؤولين في مصر انك خدت بطوله او توافق انك تعمل بطوله في 3 4 شهور، انت شلت الحمل عن الاتحاد الافريقي. الكود مفتوح لاي مكان. طبيعي جدا طبيعي جدا انك فعلا انقذتهم من كارثه كانت ممكن تحصل، ما كانش لاقي بلد تستضيف كاس الامم. وانت ناديت انت كنادي اهلي يا جماعه قبل الموقف ده نخلص الدوري قبل افريقيا عشان خاطر الناس عشمت او الناس براحتنا والناس عشمت وقال لك لا هتفتح القيد، وفوجئنا من يومين ثلاثه انهم ما عملوش كده. شفت؟ طبعا والله العظيم حاجه. انا ساكت وانت عارف انا مش عايز اتكلم. لا خليك ساكت احسن ان شاء الله. انت عارف. طيب غير ان احنا مفيش اسباب ان انت تقول لك مثلا انت توصل حتى للدور قبل النهائي، غير ان احنا كنا بندعي وكنا فعلا كنا بنقعد ندعي زي الملعب والجمهور والملعب وحاجه واجواء 2006 واجواء جميله جدا. لكن النقطه السلبيه قوي انا ما رضيتش اتكلم فيها مع الساده المشاهدين، قلت اتكلم فيها معاك ونبقى معاهم. النقطه السلبيه قوي 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 اللي وجعت لي قلبي فعلا في احتفالات المحمدي وصلاح بالاهداف بتاعته للاسف الشديد. انت عارف الشعب المصري لما بزعل منك انت بقى خلينا احنا كاهلاويه جمهورنا احنا لما بزعل منك ما بيسيبكش طبعا، بس زعل ايه؟ زعل خوف. هو عايزك تبقى احسن من كده مليون مره. بالظبط كده. زعل اللي هو الاهلي. انت ايه ده؟ انت ازاي كده؟ احنا عايزينك تكسر الدنيا. طبيعي. فالكلام ده على قلبي زي العسل. فانا لما اهلي يشجعوني او يقصوا عليا شويه او يا جماعه ومش واطلع اقول واحنا مش سامعينكم ومش شايفينكم، حسسوني ان هم بيتكلموا مع جمهور تاني، ودي كانت اكتر حاجه وجعت لي قلبي بصراحه. طبعا وما كانش يعني الطبيعي برضو ما كانش ينفع يحصل كده من كابتن منتخب ولاعيب تاني اهم لعيب في منتخب مصر. شفتها ازاي او ايه المبررات يا كابتن احمد؟ انا مش عارف، يمكن عشان الضغوط اللي كانت موجوده، بس حتى الضغوط دي ليها اسباب. يمكن انت عشرتنا وعرفت وكنت بتشوف ده. احنا لما كنا بنتعادل المباراه بنتعادل بس، والله كان بيجي علينا اوقات ما بنخرج من البيت واحنا في النادي الاهلي، والله كان بيجي علينا اوقات نتعادل مش نخسر، ما كناش بنخرج من البيت احنا من نفسنا، زعل من جوانا لحد ما يجي الماتش اللي بعده وتبقى مستني الماتش اللي بعده عشان تكسب وتعوض مع انك كنا بندخل في الموسم 5 بطولات بناخد الخمسه كده، دوري وكاس وافريقيا وسوبر افريقيا وسوبر مصر. دي حقيقة. ومع ذلك مجرد ما يحصل تعادل او لا قدر الله هزيمه كانت بتحصل اوقات نادره جدا، مع ذلك لا كنت تستخبى، انت من جواك بتستخبى لحد ما يجي الماتش اللي بعده عايز يجي بسرعه عشان تقدر تكسب وتبسط الجمهور وتبقى طبيعي جدا. النقد ده لازم. ما بالظبط طبيعي جدا. بس هي احنا لازم نفرق بقى يا احمد، احنا الحوار ما يعني انت عارف ما فيش بيني وبينك اسئله والموضوع مش رسمي قوي. لازم نفرق يا جماعه بين جمهور بيشجعك لمجرد تشجيع وجمهور بيحبك جدا جدا فعايزك تبقى احسن حاجه، وده اللي بنتكلم فيه. مش هيقبل انت تتعادل، مش هيقبل انت تتكسر، مش هيقبل انت حد يعني حتى يبص عليك كام باصه. احنا اتعمل فينا كل حاجه. دي حقيقه اتعمل فينا كل حاجه. دي حقيقه. فطبيعي جدا ان انا ازعل. طبيعي جدا طبعا طبعا. فيعني ليه انت بتعاقبني ان انا باجي اشجعك، وانت بتعاقبني ان انت راجل بنقعد ندعي؟ انت بتشوف صلاح لما بيلعب مصر كلها بتعمل ازاي؟ مصر كلها صلاح طبعا، عمل حاله مصر كلها صلاح. دي حقيقه فعلا. ما فيش بعد كده طبعا. مصر المصريين كانوا نفسهم ان احنا ناخد البطوله عشان صلاح. خلي بالك انا صلاح ينافس احسن لعيب في العالم. انا واحد من الناس كنت كده. كلنا كده كنت بتمنى طبعا نكسب بطوله عشان خاطر شعب مصر. كلنا كده. لكن السبب الرئيسي بقول لما ياخد بطوله صلاح ياخد بطوله افريقيا مع المحمدي لما بيجيب جول في نادي اتفضل طبعا. يعني كنت انا من ضمن الناس اللي كنت بتمنى كده. بتمنى رقم واحد ناخد بطوله الافريقيه عشان خاطر شعب مصر ومنتخب مصر. لكن السبب الثاني المهم جدا بالنسبه لي عشان خاطر صلاح. ليه واحد واخد بطوله دوري الابطال دوري ابطال اوروبا ما ياخد كاس امم افريقيه؟ ترشح بنسبه 99% احسن لاعب في العالم وهداف الدوري الانجليزي. طبعا وهداف الدوري الانجليزي. انا كنت بتوقع كده، بقول والله يمكن عدوى كنت بدعي بكده ان اقول لا بالعكس لو ربنا كرم وخد يبقى ليه نسبه كبيره جدا انه
ياخد احسن لاعب في العالم. نفس الكلام مع المحمدي، لما فريقه بينزل زعلنا جدا، فريقه بيطلع فرحنا جدا طبعا. لما بيجيب جون بنفرح جدا، لما بيعمل اسيست بنفرح جدا جدا. انتوا يا جماعه مش حاسين بجد، مش حاسين قيمه الحب اللي الناس دي بتحبوا لكم ازاي، يعني ازاي بتزعلوا منهم بجد. انا ما كنتش بقول الكلام ده، كنت بقول يا جماعه لا ولازم ندعمهم ولازم ولازم، لكن خلاص الموضوع خلص فنتكلم بقى بصراحه. احنا كلنا كنا بنشوف اخطاء كتيره جدا وبنسكت نقول ايه لا مش وقت النقد، مش وقت الكلام، نعدي. اه بصوا يا جماعه نفس ده التفكير الطبيعي، يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل كتيره، لكن ده الحقيقه. موقف زي موقف عمرو ورده ده مع احترامي لا برضو، ومع ذلك كلنا كنا مش شايفين الخطا وبنقول ايه لا خلينا ندعم دلوقتي، ده وقت ان احنا ندعم. مش ندعم يعني، لا كنا بنقول كده، لا احنا مش بنقول ندعم. انا عارف انت قصدك ايه، نسكت ونقفل الموضوع أيوة لغايه لما البطوله بالظبط. مش ندعم اي ما احنا بنقول كده بندعم، هو السكوت ان انت سكوت في الوقت ده انك ما فيش انتقاد او حاجه، يبقى بتدعم الفرقه وبتدعم المنتخب. بتدعم الفرقه اوكي، بتدعم المنتخب. اه لا بتدعم المنتخب مش حاجه تانية غير كده. تمام. فده بصراحه الموقف ده اللي كان بيزعلني قوي. احنا خرجنا من البطوله، انا كنت عارف ان احنا نخرج، لكن كنا بنقول ايه، قولوا يا رب خليكم متفائلين وخليكم ماشيين ورا الامل. لكن مفيش اساسا انت مفيش سلالم ثابته تطلع عليها عشان تطلع مثلا تطلع يعني سلالة. احنا الموقف صعب جدا بالنسبه لنا، لان زي ما قلنا اسباب كتيره، بطوله على ملعبك وانت عملت بطوله رائعه، تنظيم وافتتاح وكل حاجه. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه فعلا نقدر بقى نستفيد من الاخطاء دي، تقدر تعمل منتخب قوي، يبقى في اتحاد قوي فعلا، يعمل لك بطوله منتظمه بجدول منتظم ما فيهوش اي تغيير ايا كان الاسباب. كل العالم بيعمل كده اكيد، وبقالنا كتير احنا بنطالب بكده، او كل الناس بتطالب بكده يعني. اكيد. اتكلمنا برضو انا وكابتن احمد عن احتفالات صلاح واحتفالات المحمدي، لكن احنا بنحب صلاح جدا جدا، ونفضل نحبه ونفضل ندعمه ونفضل في ظهره. ساعات اللعيب بيروح شويه ويرجع تاني، ان شاء الله صلاح هو فعلا راح شويه، لكن هيرجع تاني بسرعه جدا، وهيرجع صلاح اللي احنا كنا عارفينه واللي احنا كنا بندعي له. ولازم هو يعرف ان ربنا بيتقبل دعاء المصريين بشكل كبير جدا. احنا صلاح مش عايز اقول لك كم الدعاء اللي بيدعيه الناس، امهاتنا بتقعد تدعي لك يا اخي عشان تجيب جول، عشان تعمل كوره اسيست مثلا في منتهى السعاده. فما اوعى تخسر دعاء الناس دي، هيفرق معاك كتير جدا، واحنا بنحبك جدا وتفضل في قلوبنا حتى لو غلطت شويه، احنا اهلك برضو. ده اللي كان مزعلني بصراحه، ده اللي كان مزعلني. مشكله ورده، لكن هو مشكله ورده انا قلت الاتحاد المصري كان يتحمل منها جزء كبير قوي، زي ما انت قلت كان ممكن يقفل الموضوع ويدفنه. بص كان بص نوعيه نظري، انا وجهه نظري يعني في الموضوع ده بالذات حاجتين، مش عايزين نتكلم فيه كتير يعني، لكن انا كان ليا وجهه نظر حاجتين. حاجه من الاثنين، اول ما عرفت الموضوع اما تسكت ما تتكلمش فيه خالص، وبعد الموضوع وبعد البطوله خد القرار اللي انت عايزه، يا اما هتتكلم يبقى خدت قرار ان تستبعد عمرو ورده خلاص ما ترجعش فيه تاني، ما كانش في حل تالت. ده قلته الكلام ده يعني، ما كانش في حل تالت ينفع، يا اما تسكت لحد بعد البطوله بعد كده تاخد القرار اللي انت عايزه، يعني من البلدي كده زي ما احنا بنقول اكنك ما شفتش حاجه، وبعد كده تاخد القرار اللي انت عايزه. طب اتكلمت والموضوع اتفتح اعلاميا وخلاص بقى للناس كلها، خلاص خدت قرار انك استبعدت عمرو ورده، يبقى ما كانش ينفع ابدا انه يرجع تاني. بس معك يعني معك ما لازم اكلم شديد وقينا اشوف في ايه اللي حصل لك. ليه بس كده يا حبيبي؟ لا ما شاء الله عليك، ده الصح، والصح الاكتر ان انت بتتكلم في اسم مصر بسمعه منتخب. ادفن الموضوع جدا، وبعد البطوله شكرا جدا لحضرتك. بص احنا في النادي احنا متعودين على كده، وفي امثله كتير جدا، يمكن انت بتشوف في لعيبه كانت بتبقى متواجده في النادي ومصر كلها كانت بتطالب انها ترجع النادي، ولكن النادي خد قرار مهما كانت الاسباب، ومن غير اسباب ساعات، وساعات في اسباب يعني لغايه دلوقتي يعني انا عايز اقول محدش يعرفها خلاص، خد ولا قرار النادي، خد قرار باستبعاد لاعب. لا خلاص ده قرار اتاخد، وشفناها كتير جدا في امثله كتير جدا يعني. طيب تعالى نفكر الناس بالثمان فرق اللي صعدوا لدور الثمانيه. خلاص السنغال احنا قلنا خلاص في الدور قبل نهايه، بس افكركم بمباراه السنغال وبنين لعبت خلاص، والسنغال كسبت هدف لا شيء وحجزت مكانها في الدور قبل النهائي. جنوب افريقيا ونيجيريا خلاص على وشك، كنا زماننا احنا اللي بنلعب، بس برضو ما فيش اسباب بصراحه يعني، ما تزعلوش يا جماعه. بكره ان شاء الله الساعه 6 كوت ديفوار والجزائر، مباراه مميته مميته، والساعه 9 تونس ومدغشقر. ان شاء الله تونس تستغل بقى ان الدنيا كلها برضو معاها، والدنيا ماشيه معاها شويه، مع ان تونس مش مقدمه الاداء المقنع. معانا تقرير يا جماعه، جاهزين؟ يلا نطلع نشوف تقرير عن الفرق اللي وصلت لدور الثمانية وتوقعات الجمهور عن الفرقتين اللي وصلوا للنهائي، ونرجع لحضراتكم على طول. الجزائر وتونس
يعني افضل فريقين وفريقين عربيين يعني. بس الجزائر يعني ان شاء الله البطوله للجزائر. السنغال وتونس. الجزائر عشان هي تقريبا اقوى فريق في البطوله, والسنغال الناحيه الثانيه برضو عندهم عناصر قويه, ساديو ماني. الجزائر والسنغال. السنغال والجزائر ان شاء الله. اتوقع الجزائر وتونس تقريبا كده باذن الله. ان شاء الله السنغال والجزائر. الجزائر وتونس. الجزائر بتقدم كره حلوه, والسنغال عشان فيها ساديو ماني وفيها لعيبه جامدين وبيلعبوا في انديه كبيره, فاتوقع ان الجزائر والسنغال. واتمنى ان البطوله تخرج بشكل حلو وتخرج يعني تخرج تكمل, وان البطوله ما خلصتش يعني. برضو البطوله بتمثلنا احنا كمصريين, مش معنى منتخب مصر خرج ان البطوله كده خلصت او البطوله خلاص او احنا ما نتابعهاش. لا, لازم نتابعها وننجح البطوله, لان هي حاجه في وشنا احنا. الجزائر بيلعبوا برجوله من اول ماتش ليهم, واعتقد هم الاحق يعني ان هم ياخدوها. اهلا بحضراتكم الجديد, لسه منورنا ومشرفنا النجم احمد صديق, وبنتكلم معاه بمنتهى الصراحه في كل اللي حصل في خروج المنتخب في اتحاد الكوره, مع اننا طبعا ما بنتكلمش بالتفاصيل, لكن بنحاول يعني نلم كل تساؤلاتكم اللي انتم سالتوها, وبنحاول نجاوب عليها يعني بقدر الامكان دون التجريح. يعني خلاص يعني كفايه اللي حصل بقى. لو في مفاجات في البطوله, شايف ان هي كانت ايه المفاجات اللي شفتها؟ اكيد رقم واحد طبعا خروج منتخب مصر. مش مفاجاه بالنسبه لي خالص. يعني احنا قلنا انها مفاجاه بس زعلت, مش مفاجاه بس زعلت, نعتبرها مفاجاه. بتزعل على المستوى بس نعتبرها مفاجاه. ماشي. لكن خروج المغرب طبعا كان في ترشيحات كبيره جدا انه يلعب ياخد بطوله, مش يلعب ادوار نهائيه. خروج المغرب كان ايه سببه؟ مش عارف, تحس انها ثقه اكتر من اللازم سواء من الجهاز الفني او اللعيبه. يعني كنا بنسمع مدرب يمكن ده سبب, لان كنا بنسمع كتير جدا قبل البطوله ده مرشح رقم واحد مرشح رقم واحد, ممكن ده يكون سبب. لانه زي ما انت شفت انه حتى خرج من فرقه مع احترامي الكامل. طب ده يقلقك يا احمد ان في انديه مصريه او مثلا مرشح بقوه ان هو يمسك منتخب مصر؟ يعني هو اسمه كبير جدا طبعا. انا يعني مش عايز حد. ماكوبر كان اسمه كبير, بس الراجل ده ليه انجازات كبيره, اخد 2 بطوله افريقيا مع منتخبين مختلفين. طب ماكوبر ما كانش بيلعب رونالدو. ماشي, بس انت تتكلم انجاز, خلي بالك انجاز لما يكون عندي. ما خلينا هنا خلاص بقى ميدو. طيب. خلينا هنا. انا بقول لك انجازات. خلينا هنا, لكن انا بقول لك عارف احسن حاجه ايه, ان انا كنت بتفرج على تحليل المباريات ولقيت مستر كوبر بينتقد اجيري ان هو بيلعب بخطه. انا لسه واخد بالي. لا, انا برضو شفت خبر ما اعرفش ايه صحته, بيقول لك انه كنت اتمنى تغيير اداء المنتخب لكن ما اتغيرش بنسبه حتى 15%. لا, مش انا اريد ما اعرفش التصريح ده يعني ايه صحته. شفت انت اللي بتيجي انت بقى. لا, مش قصدي هو, انا مش قصدي فعلا, بس انا بس كنت انت اللي بتفتح. لا, التصريح انا شفته بس ما اعرفش ايه صحته يعني, فبس. لا, انجازات ان هو قعد اعظم مهاجم في العالم, ما كانش بيلعبه رونالدو الظاهره. يعني لكن هو برضه هو معانا يعتبر عمل انجاز. اللي هو ايه؟ كاس عالم. لازم نقول لينا ولا علينا, حتى اداء سيء جدا مفيش مستوى, لكن وصل بيك كاس عالم, لعب بيك نهائي افريقيا خارج ملعبك انت هنا, ما عملتش كده, فحقه. لو هتتكلم ارقام حقك, انه حقه انك تقول كده. من حقه ان هو وصلنا لكاس العالم. طبعا. مش حصل كده؟ هو حصل. بس. بتكلم ارقام لا حقه. ما انا عايز اضرب لك مثل بس مش عارف اجيب لك من غير امثله. انت ليك, بص هقول لك حاجه يا ميدو, زي ما احنا عارفين الكوره ارقام وحسابات صح وانجازات, هو عمل كده, هو كده انجاز. لا, بس انت لازم تبني. ماشي. عشان تلاقي انت معاي. دلوقتي بتقول ايه؟ منه لله ومنه لله ومنه لله, بتجيب ال ماشي, بس انا يعني بكلمك ليه انجازات. ما اقنعتنيش. ليه انجازات تحترم. ماشي بس. ماشي, بعد الهوا نبقى نتصرف. انا بقى انت في القصه دي عشان انت عمال تبص. المغرب خروجها مفاجئ جدا طبعا. لا, انا بتكلم على جزئيه رونالدو تحديدا, انت شايفه ازاي؟ خلينا في انجازات, وعامل انجازات. شايفه هو مدرب؟ انا شايفه مدرب, وفي ناس كتير شايفاه مدرب, وفي ناس يقول لك طب ما هو خرج المغرب, خرج يعني ازاي المغرب يخرج زي ما انت بتقول دلوقتي من فرقه. طبعا المغرب اسمائه, المغرب ومدربه, ما برضه حاجه تقلقك. ايه عايز نقول ايه طيب؟ لا. لا, هو الكلام كتير حتى انه فعلا انه ممكن يكون ليه تواجد في الدوري المصري, يعني حتى من تقريبا قبل البطوله كان بيتقال كده,
واحنا يمكن سمعنا وقرينا الاخبار دي كتير جدا من فتره طويله شويه كمان انه انديه كتير جدا بتتفاوض معاه, ويمكن كان هو برده بينفي الحاجات دي, لكن انا متهيألي ان الكلام دلوقتي بدا يبقى بقوه شويه, حتى خصوصا بعد خروج المغرب الكلام بدا يبقى بقوه. هو فسخ عقده والكلام ده كله في كلام. ما احنا شفنا برده مدرب منتخب اوغندا بقى دلوقتي ليه تواجد اللي كان في الدور المصري مسك بيراميدز, مسك بيراميدز مستر سامر ده تقريبا مدرب كويس قوي, مدرب كويس ده يتقال مدرب كويس الامانه, على الاقل شفنا على ارض الواقع, شفنا مع النادي الاسماعيلي, برافو عليك. الاسماعيلي اداء كويس جدا جدا أوي. وتواجد في الدوري في مركز كويس جدا, كان بينافس لحد ما ساب الفرقه ومشي في اقناع. طبعا مع منتخب اوغندا اول مره يصعد, ومع ذلك صعد دور 16 باداء انا شايف انه كان حتى الاداء كان كويس جدا, فده يتقال انه مدرب كويس. طب لو قلت لك بنتكلم بقى, طالما بنتكلم على المدربين واختيارات المدربين, المرشح لمنتخب مصر لو تختار, تختار مين؟ هو طبعا بنسمع كتير, فاللي بنسمعه ولا انا اللي بقوله ولا لا؟ انا عايزك انت قلقني. لا انت لو انت احمد صديق شايف مين؟ انا شايف مدرب مصر رقم واحد. مدرب مصر انا شايف كده. طب قول لي مثلا اثنين مدربين ثلاث مدربين. بص انا يعني انا بقول كده عن قناعه وعن حب, يعني انا من وجهه نظري ممكن اكون صح وممكن خطا. يعني انا شايف ان كابتن حسام حسن مع احترامي الكامل لكل المشاكل او الاخطاء اللي بتحصل, لكن انا من وجهه نظري انا شايفه مرشح رقم واحد. ده وجهه نظري يعني. قول لي ثاني عشان بس الصوت كان ما سمعتش ولا مش عاجبك الكلام؟ لا لا والله العظيم. قول لي ثاني. انا بقول لك انا مقتنع جدا, انا شايف ان كابتن حسام حسن يعني تمام. انا شايفه رقم واحد, مرشح رقم واحد. اصل حسام انا بحبه بصراحه, انا بحبه جدا يعني. بص بس في الوقت بس ده كويس انت فتحت القصه دي. انت في الوقت ده بجد محتاج حد زي كابتن حسام حسن. ليه؟ وجهه نظري. ليه؟ بص يا مينو انت لو تيجي ناخد اينو على اينو, انت عارف ممكن تلاقيه قاعد على التليفون, انت هتلاقيه بس انت عارف اينو بقى, انت عارف اينو هيقول لك يا جماعه الخط بلاش اينو. طيب ماشي كابتن معتز, المكالمه دي بس على حسابنا ولا على حسابك؟ مساء الفل. ما هو لا على حسابنا احنا حبيبي. طيب احمد صديق بيقول المكالمه على حسابنا ولا على حسابك؟ مش عايز اتكلم بقى, انا مش عايز اتكلم. احنا على الهوا, احنا على الهوا, خلي بالك. اه بلاش يعني. ها انا بالاختبارات هو عارف. مبروك يا كابتن معتز. حبيبي يا نجم, عامل ايه؟ صوتك مش واضح قوي. سامعني كده؟ اه كده تمام. طبعا احمد صديق طبعا حبيبنا واخونا والنجم الاهلي بيرحب بيك. ازيك يا اينو؟ ازيك يا حبيبي, عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي, عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بخير يا حبيبي, وحشني. وانت والله. يلا بيجي مصر اهو من غير ما تقول لي دلوقتي. لسه جاي يا عم, هو من اسبوع يا دوبك. معلش ما بتاخدش اينو معاك ليه؟ مش انت مدير يا عم؟ ده راجل نجم هنا يا عم دلوقتي, وماسك فرقه محترمه في النادي. هاخد يوم هو اللي ياخدني معاه يا كابتن. ماشي ماشي. ده شرف ليا يا نجم. بالتوفيق يا حبيبي كده ان شاء الله, يعني ان شاء الله من نجاح لنجاح كده, ان شاء الله الموسم ده يبقى موسم موفق كده مع الفرقه باذن الله. 2005 مبروك. اه سن خلي بالك. اه طبعا فرقه محترمه جدا. يعني فرقه ان شاء الله تساعدك ان شغلك يبان عينه باذن الله. اه طبعا الحمد لله. كانت السنه اللي فاتت لما كسبت 2004 الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله. وانت عارف يا ميدو طبعا, عارف لاول سنه تخش مجال التدريب والتدريب صعب, وانت ميدو عارف دلوقتي وتاخد البطوله اول سنه, فاكيد دي بتديك في مشوارك التدريبي دفعه. اكيد اكيد. فالحمد لله ربنا كرمنا وعملنا اسم كويس, والحمد لله بنتعامل مع الناس كلها باحترام وبادب, والمنظومه كلها في النادي الاهلي, وده مش غريب عن النادي الاهلي طبعا. ومعانا الناس كبيره في النادي, الكباتن كلهم كباتن مصر, فاحنا بنتعلم منهم. والحمد لله ربنا كرمني السنه دي, وكابتن فتحي حاطيني السنه دي بقى في 2005. بتمنى التوفيق ان شاء الله يكون موسم خير, ونقدر نعمل حاجه نساعد فيها الفريق كبير ان شاء الله. احنا كلنا بنشتغل في النادي الاهلي بيتنا كبير, وبنحاول نساعده في اي حاجه سبيل اللي هو يطلعوا الفريق اول ان شاء الله. مين الجهاز اللي معاك يا كابتن؟ احمد سمير طبعا بيبو, وشخصيه محترمه جدا, وكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس, وكابتن سيد عرفان الداري. لسه التشكيل نازل من يومين على فكره, يعني بدا التشكيل الجديد بتاع 2005. تمام تمام. انا بقول لك عشان تقول اسمائهم برضو, نرحب بيهم وكل التوفيق ليكم في الفتره اللي جايه. طبعا بتمنى لهم كل التوفيق, وناس محترمه, وسعيد اللي انا هشتغل مع كابتن احمد كتير طبعا, الشخصيات المحترمه والمؤدبه جدا, وشرف ليا ان انا موجود معاك طبعا. اكيد اكيد. عايز اساله في حاجه في قطاع الناشئين, اختبارات ما انا كده انا عارف وعارف انا عارف بتقول ايه. انه مش سامعك. مش سامعينك, قول تاني.
بقول لك اسال انت، بقول له يا ميدو اسال في الناشئين قبل ما يخش على الباقي، انا عارف بقيه المكالمه هتبقى ايه. انت عارف ها؟ لا انا كده كده احنا كده كده على تواصل بقى على الشخص اينو ان شاء الله ما تقلقش. اينو الاختبارات اللي عملتوها طلعت منها بعناصر ولا لسه؟ بص يا ميدو، يمكن احنا دلوقتي في اسكندريه وعندنا اختبارات في المحافظات، التدريبين كلهم متوزعين في الاسيوط، في سوهاج، منصوره، في اسكندريه، واحنا هنا في اسكندريه بقى لنا 5 ايام. وانا طبعا مع كابتن جمال السيد كابتن مصر طبعا ورئيس اللجنه هنا كابتن زكريا كابتن شريف خليل، مجموعه محترمه، وبقى لنا 5 ايام وراجعين بكره ان شاء الله، وعندنا يومين اجازه وهنبدا بقى في يوم الاحد ان شاء الله الاختبارات بتاعت القاهره يعني ان شاء الله. لكن انتقيتوا عناصر؟ طبعا خدنا عناصر كويسه وصفوا مره واثنين يعني، اختبروا مره وبعدين بنديهم اختبار ثاني، والاختبار الثالث بقى خلاص كابتن جمال يعني بنرجع له، الكابتن جمال بيقول عليه في الاخر هو ده اللي بنديله بقى معاد في القاهره، لازم يجي صف معانا في القاهره مين، فاهم؟ تمام. ولو الولد بقى موفق في كل الاختبارات دي وربنا يكرمه بقى وبيكون موجود معانا في النادي يعني، بس بعد ما بيختبر كل الاختبارات. تمام. لو سالتك على يعني ابرز الاحداث اللي حصلت في البطوله الافريقيه في الفتره اللي فاتت يا كابتن اينو، شايف ايه؟ لا بص، البطوله الافريقيه دي يعني انا حزين جدا طبعا، مش كاينو كمواطن مصري مش كاينو، انا حزين جدا اللي وصلنا له، وما كنتش متوقع خالص اللي احنا يحصل كده. طبعا احنا يعني جيل معروف، اللي الجيل بتاع منتخب مصر في 6 وفي 8 وفي 10 الناس دي كانت يعني مش عايز اقول افريقيا كلها بتخاف مننا، لكن احنا المستوى اللي احنا وصلنا له ده دلوقتي انا يعني حزين جدا. كان خروج متوقع يا ميدو على فكره، من الاداء اللي احنا شفناه في ال3 ماتشات اللي قبل كده، فكان كده كده الناس عارفه انا بمشي في الشارع وبقعد مع الناس وبتفرج على الماتش، ده اداء متوقع وكان خروج متوقع. الناس كلها لما بتشوفني يا كابتن كده كده حتى لو ما كناش خرجنا من جنوب افريقيا الناس بتتكلم ان احنا كنا هنخرج من نيجيريا. بالظبط. يعني احنا وصلنا ادائنا وصل للناس والجمهور اللي احنا ما فيش ثقه، يعني ما فيش ثقه في المنتخب. بل بالعكس، انت كنت الاول بتنزل معروف اللي غانا بتنزل حظنا حلو عليها ولاعيبتنا قادرين ان هم يعدوا وبننزل نكسب نيجيريا وبننزل نكسب مش عارف كوت ديفوار، يعني خلاص انت دلوقتي الرهبه بتاعتك دي راحت، فده من ايه؟ فلازم لازم يعني كل المنظومه تعيد نفسها وتعيد حساباتها. مش عيب ان انا لما اغلط اقول شكرا يا جماعه، ولا مش عيب، ده مش هيقلل مني. فلا الموضوع كان صعب، واللعيبه عليها اللي هي تراجع يعني حساباتها كتير جدا. انت كنت بتلعب في مصر وسط 100,000 و80,000 والرئيس بيحضر لك والجمهور بيدعمك والشعب كله وراك عايز ايه تاني؟ يعني ما كانش ينفع خالص اللي نوصل للمستوى ده. انت كسبت يا ميدو، انت نجم كبير وصديق عارف ونجم كبير، يعني احنا كسبنا ال3 ماتشات يعني ازاي؟ احنا كسبنا بدعاء الناس دي عشان ما تروحش الاستاد زعلانة. تمام. طبعا انا بتكلم بقلب، يعني انا اتكلمت قبل كده بس ما كنتش قادر اتكلم قوي عشان كانت البطوله شغاله ولسه في فرصه، لكن طبيعي دلوقتي ان انت بتتكلم بحرقه عشان زعلان على بلدك. تيشيرت منتخب مصر ده تيشيرت كبير مش اي حد يلبسه. زعلان بدون ذكر اسماء، زعلان على لعيبه، يعني ما ينفعش اللي هي تأدي كده. انت مش بتلعب في وسط اصحابك او بتلعب في النادي. انت لو ما كنتش تأدي بشكل كويس ما تجيش المنتخب اساسا، ما تجيش. يعني انت بتيجي ليه؟ لو انت جاي فسحه ما تجيش. فتيشيرت المنتخب تيشيرت كبير، وعلى اللعيبه اللي هي تأدي بشكل كويس الفتره اللي جايه، عشان من وجهه نظري المدير الفني اللي جاي ايا كان هو مين، مصري اجنبي اي حد، ما ياخدش الا اللعيبه المقاتل، ما ياخدش الا احنا عايزين 11 واحد الشناوي 11 واحد طارق حامد. فيعني ما الناس كلها ما بتتكلمش الا على طارق حامد والشناوي. ليه الناس كلها ما تبقاش كده؟ فيعني مش فاهم. فبتمنى لهم كل التوفيق، واتمنى ان المنظومه بالكامل من اكبر واحد لاصغر واحد اللي الامور تبقى احسن من كده ان شاء الله الفتره اللي جايه. اينو لو قلت لك مدرب مصري ولا اجنبي الفتره اللي جايه؟ لا انا يمكن كنت سامع صديق قبل ما اخش على الهواء، انا رايي من راي صديق اللي هو يبقى مدرب مصري. المدرب الاجنبي هتكلم بلغه الكوره، ما احنا كلنا عارفين هيجي يعمل ايه عن المدرب المصري؟ انت عندك كوادر كبيره جدا وعندك خبرات كبيره جدا، الناس دي هتاخد فرص امتى؟ يعني الناس دي هتاخد من بعد كابتن حسن شحاته ما حدش خد فرصه.
انت بتروح تجيب بشير الفلاني وبترمي الدولارات على الارض وبيجي يعمل ايه يعني؟ اجيري ده مع احترامي ليه كان بيتفرج زيه زينا في الاستادات؟ احنا كل يوم بس تشوفه قدامه شغال قاعد في المقصوره. لا لو بتفرج زيه زينا كان غير كويس برضو. اه يعني انا مش فاهم ده، لو واحد لسه سنه اولى تدريب هيمسك المنتخب وهيعمل حاجه، انت اجيري كل يوم والثاني في الدوري المصري بتتفرج بتاخد ايه؟ انا مش فاهم فين عبد الله جمعه وفين كهربا وفين رمضان صبحي فين صالح جمعه فين الناس دي؟ انت واخد دي وبعدين انت بتاخد دولارات وقاعد انت جاي فسحه، راح الهرم وجاي من الهرم وراح لابو الهول وفور سيزون وقاعد في فنادق وبتاكل وبتشرب وبتاخد دولارات. فين شغلك في الملعب؟ فين بصيتك في الملعب؟ انت واقف على الخط بتتفرج زي والله الواحد بيضحك من والله انه كلام يعني كتير جدا جدا. انا عارف انا معلش انا خدت من وقتك كتير. لا 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 خالص بتكلم باستفاضه وبتكلم ده. انا اللي انا بقوله ده نقلا عن الشعب المصري، عشان انا راجل انا من حلوان من منطقه شعبيه وبعد اتفرج على قهوه عادي مع اصحابي وبشوف الناس دي لازم صوتها يوصل، فهتوصل من خلال مين؟ من خلال حد زينا. عندك حق. فبصراحه الشعب المصري تعبان، الشعب المصري كان نفسه يوصل رساله، اتمنى ان انا اكون وصلت نص رساله. معتز زينو نجم الاهلي السابق وصديق العزيز، شكرا جدا جدا على كلامك. مفيش حاجه ثانيه تتقال. هو لخص كلام كتير قوي. مفيش حاجه ثانيه تتقال. خلي بالك احنا متعبيين بس ما يعني خلاص نشوف بقى اللي جاي ان شاء الله، ده المهم. متعبيين يعني بس خلاص اتحاد الكوره كله قدم استقالته. خطوه طوعيه يعني او بقى كرها بقى، دي مش مشكلتنا والله، بس هي خطوه تحترم. بالنسبه لايه؟ ليهم انه عملوا كده يعني، على الاقل ده رد فعل طبيعي جدا اللي حصل يعني. مش انا هسكت. طبيعي جدا، انا بقول لك انها خطوه محترم، رد فعل طبيعي جدا اللي حصل. طب واللعيبه اللي طلعت اعتذرت؟ والله دي كارثه ان انا شفت النهارده دي، مش كده؟ صراحه طبعا في لعيبه كده تيجي ما تكملش الصوت. بص انا مش هتكلم على لعيبه كلعيبه اشخاص يعني، كلهم اخواتنا واصحابنا وزمايلنا يعني، لكن الموضوع نفسه والفكره نفسها فكره صعبه جدا جدا، بكلمك بامانه يعني. يعني حتى لو معمول قبل البطوله او بعد البطوله والاعلان ده معمول، لا انا مش بتكلم على الاعلان، سوري مش بتكلم على الاعلان، بتكلم على اللعيبه اللي طلعت اعتذرت على تويتر او على الفيسبوك. برضه حاجه تحترم الكلام ده، حاجه طبعا حاجه تحترم. حاجه كويسه جدا. يمكن انا نفسي بجد والله اشكر طارق حامد والشناوي الامانه، كل مصر شكرته بجد يعني. انا يعني من الناس فعلا اللي حسستك ان منتخب مصر بيلعب، بس كل مصر شكرته يعني. لو عايز تقول حاجه هم دول بس اللي حسستك ان منتخب مصر بيلعب، كل مصر شكرته يعني. اتمنى لهم التوفيق وبشكرهم بجد على الاداء اللي كان متواجد خلال الماتشات كلها. ف كان نفسنا يبقى فيه خمس ست لعيبه كمان كده بس يعني انت عندك تريزيجيه، انت عندك حجازي، عندك عشان بس ما يقولوش ان احنا اهلاويه بنتكلم على لا دول كانوا كويسين بس على فترات. لكن انت تتكلم تريزيجيه كان كويس بس على فترات، لكن تتكلم الناس بص بيدو انا بقول لك، انت لو بصيت بس احنا ما كملناش كلامنا، لو بصيت على اخر خمس دقائق في ماتش جنوب افريقيا، اخر خمس دقائق بعد ما جا فينا الجون، مستحيل تقول ده منتخب مصر او ده فرقه، سيبك منتخب مصر، مستحيل تقول دي فرقه عايزه تكسب. بص على الخمس دقائق كده راجعهم كويس، اخر خمس دقائق بس الماتش بعد ما جا فينا الهدف، فرقه مش عايزه تكسب يعني، ده وجهه نظر يعني. بس مفيش كوره بتلعب على حاجه، انا بتكلم قدام، انا بتكلم على حجازي وعلاء ليه؟ علشان علاء ولا تريزيجيه؟ لا بتكلم على حجازي وعلاء اتنين مساكين، وتريزيجيه طبعا. تمام. تريزيجيه طبعا، تريزيجيه يعني باستثناء الفرصه، تريزيجيه كان نجم من كل ماتش طبعا طبعا. ما انا بقول لك انت تضيع فرصه وارد قوي، طبيعي جدا في الكوره، كانت سهله قوي قوي بس وارد طبيعي جدا طبعا. عارف طبعا طبيعي جدا. اتكلم كحجازي وعلاء عشان بس ما حدش يصدم الاثنين دول، لا برضو كانوا كويسين قوي باستثناء الهدف. بس بص الهدف صعب جدا. بص اصل الهدف في التوقيت ده ماتش مهم زي كده وبالشكل ده صعب جدا جدا يعني الامانه. انت لو بصيت انت بتلعب، ما ينفعش في اخر خمس دقايق يجي فيك جون كده بالشكل ده طبعا. 3-1 مغطي بس ومحمود علي طلع يعني، مش لو هنتكلم يا احمد يعني صعبه، شكلها شكلها صعبه، الراجل واقف على الخط شكلها صعبه جدا يعني. الراجل واقف على الخط وظيفته ايه؟ طبعا يتكلم، يوجه، يقول له اقف يا حجازي، اقف يا علاء، طبعا ما تزيدش طبعا. ما خلي بالك مهما تقول ايمن، اقف محمدي، اقف يعني ايا كان، بتاخد الخط الخط وبترقص وبتعمل، بيجي لك اوقات تلاقي نفسك واقف في مكان. طبيعي جدا. ما لو انا واقف على الخط ده ليه؟ لو انا قلت لك يا احمد انت واقف هنا ليه؟ انت ايه ده؟ بس خلاص هرجع طبعا. ما ده طبيعي، ده دور المدير الفني، او وقف، انت مش هتقف، وقف حد من الجهاز يقف يتكلم بالظبط، ده طبيعي جدا. حجازي ما تقابلش، خليك واقف. لما حجازي او حجازي طبعا عمل حاجه برضو، انت خرجت بره التركيز خالص. انك رجعت، وهو لو وقف كان بقى كلهم اوف سايد. لا ان هو كان حتى وقف في العمق. ايوه ما انا بقول لك، هو بص هو الجون في اكتر من خطا. اولا ان محمود علاء طلع قابل بالشكل ده،
انت لو خدت بالك محمود علي طلع باع يعني بلغه الكوره، هو طلع اساسا كان بيكمل في باع نفسه يعني، حتى لما الكوره اتعمل دبل باص هو راح باع نفسه، بقى في حجازي رجع كمل لوحده على اساس غطى الكوره، لكن برده كان خطا برده من حجازي انه رجع بالشكل ده لوحده. حد ينبهني. بص يا ميدو انا هي مهما كنت هي طبعا ما هو فين دور، لان لو في حد واقف على الخط بينبه انت اصل الكره دي ما ينفعش، يبقى انت شكل الفرقه كلها وشكل المنتخب كله في نص ملعب جنوب افريقيا بالاساس بالظبط، وفي الدقيقه 84 بالظبط ما ينفعش بشكل الفرقه بالشكل ده. ده اللي بتكلم فيه، انت محتاج مهما كنت لعيب جامد ولعيب كبير لعيب محتاج حد يوجهك طبعا، محتاج حد يعني يسندك بس سنده خفيفه. يا بيدو احنا عارفين ان في مدربين هايله في التمرين وفي مدربين ماتشات، مش كلنا بنقول كده ولا يعني. مش كلنا بنقول كده ولا بنتكلم غلط يعني، بنقول ان في مدربين شاطره جدا في التمرين والنواحي الخططيه في الملعب في التمرين، وفي مدربين تاني يقول لك لا ده يعرف يغير لك مباراه، كوتش بالبلدي او باللغه الكوره بتاعتنا كده. هي دي انا واقف على الخط شايف محمدي واقف غلط او شايف مش عايزين الاسماء ايا كان يعني، مش واقف في مكانه سرحان في كوره، اتكلم اوجه هو في العمق بتاعك بس طبيعي جدا، لان بجد الجول شكله وحش يعني، الجول اللي دخل فينا شكله وحش، شكله سيء جدا بامانه يعني. بترشح حسام حسن ليه؟ مدير فني محترم شخصيه، وانت في الوقت ده ما انا بقول لك انا فارق معايا جدا جدا بعد الجول، انا فارق معايا جدا صدقني، خمس دقايق اللي بعد الجول دي لا، حتى لو انت جاب فيك هدف في الوقت ده طب اعمل اللي عليا. طب احنا تصفيات كاس العالم جبنا ضربه جزاء بعد ما جاب فينا جول امتى؟ كنت عامل كده، الفرقه كلها عامله كده، ضغط فرقه الكونغو كلها بالظبط، لكن تتكلم بعد ما جاب فيك هدف في كوره مش عارف كان حجازي او مين ماشي بالكوره ماشي بالكوره، ده كان هيدخل فيك جون تاني ماشي بالكرة. نفس الهدف لكن انا بتكلم انت فين الروح اللي انت عايز تعوض؟ ما كانتش موجوده الروح لوحدها مش كفايه معاك، بس انت تتكلم خلاص. بص يا احنا كنت طول عمرنا بنقول ايه بيجي علينا وقت في الملعب، انت كنت بيجي عليك وقت اكتر اكبر لعيب في الفرقه فبتقول ايه، وكان بيحصل معايا تقول ايه، تقول لو انا مش كويس في الكوره اجري كتير بالظبط، مش كان بيحصل كده؟ بنقول كده في الماتشات، اقول لك لو انا مش كويس في الكوره طب اجري كتير اتعب، ده بيحصل صح وبيتقال كتير جدا في الماتشات، ده حتى ما اتعملش، ده اللي بكلمك فيه. عشان كده بقول لك اخر خمس دقايق في المباراه دي فرق معايا كتير جدا، لانك ماشي انا سيء في المباراه في 90 دقيقه في ال 85 دقيقه، طب اخر خمس دقايق جه فيها هدف عايز اكسب عايز اعوض، اهاجم اضغط العب كوره طويل اعمل اي حاجه، احنا ما عملناش اي حاجه من الحاجات دي. عشان كده بقول لك احنا محتاجين مدرب مصري، وانا من وجهه نظري في اسماء كتيره جدا طبعا مناسبه، كابتن شوقي غريب مع انه ياخد فرصه ثانيه كابتن نقول لا في ناس فرضت نفسها. هو ايهاب جلال ليه مش مطروح على بالماضي مدرب المنتخب الجزائري ايه انت شايفه ايه؟ شايفه مدرب كويس صح؟ قوي كويس جدا. طيب ما هو ده وطني بدي بشكل كويس جدا يعني، حتى كلامه موزون يعني. طب ليه ايهاب جلال مش مطروح برضه؟ لا ما انا قلت في المرشحين، ما انا قلت بس بص انا يعني انا قلت رقم كابتن حسام حسن رقم واحد ليه؟ انت محتاج الشخصيه دي، انت بتشوف يعني كابتن حسام كل ما بيمسك فرقه على الاقل بيأثر فيها شخصيا، فنيا بيفرق كتير جدا لكن شخصيا الشخصيه بتبان ان انا مجرد ما يجي فيها جون عايز اتعادل وعايز اكسب، مع الفنيات موجوده للامانه يعني بيمسك فرقه بتلاقي هو ده اللي عايز اركز عليه، ده اللي عايز اركز عليه، ان انا بقول للساده المشاهدين ان حسام حسن ما حدش يقول حسام حسن عشان روحه، لا طبعا الفنيات موجوده، بص لكل الفرقه اللي بيمسكها يعني في شكل في قلب ما تلاقي، لكن لازم نتكلم بمنتهى المصداقيه في شكل وفي اداء هجومي في كل الفرقه اللي بيمسكها بجانب روحه طبعا، دي حاجه بتزوده قوي طبعًا. لكن هو مدرب كوره طبعا، عبد جلال أنا الناس اللي هي بتعمل دايما كوره في حاله في الكوره بالظبط بالظبط طبعا، ده مهم جدا. عشان كده بقول للكابتن حسام من وجهه نظري ممكن يبقى رقم واحد في الفتره دي، لكن ما ينفعش مثلا حسام حسن ومعاه ايهاب جلال او ايهاب جلال مع حسام، والله اتمنى هي صعبه بس اتمنى اصل ده بص يا ده منتخب مصر، فايه المشكله كلنا نتعاون ونتكاتف ان يبقى في جهاز فني محترم انا اتعاون مع بس ده شخصيه وده شخصيه، ما انا بقول انها صعبه لكن انا بقول اي اتنين ينفع يخدموا منتخب مصر يا ريت، بالعكس تبقى حاجه ايجابيه مهمه جدا يعني. طيب شايف المنتخبات رايحه لفين او مين اللي هتشوفه في في نهائي البطوله؟ هو في مع الجزائر، هو في مباراه بكره ما انا كنت لسه اقول لك، لا ما هي مباراه بكره هتفرق كتير جدا، ساحل العاج وكوت ديفوار والجزائر، يعني انا شايف ان الجزائر بتادي بشكل كويس جدا جدا، لكن برضو مع التقلبات اللي احنا بنشوفها وارد جدا تلاقي كوت ديفوار والجزائر واقفين في وش بعض، بس كوت ديفوار برضو مش المرعبه. بص انا عايز حاجه برضو انا شايفها يعني الناس، انا البطوله كلها انا مش شايف فرقه فيها ممتعه او فرقه قويه زي ما كنا بنشوف البطولات اللي قبل كده صح، حتى اللعيب الكويس انا برضو من وجهه نظري ما تقدرش تقول ده احسن لاعب في البطوله،
ولا انا؟ طب ليه يا احمد؟ انا مش عارف، انا يعني فعلا الاحساس ده صح، يعني الاحساس ده انا شايفه بجد. يمكن حتى نادر جدا لما تقعد تتفرج على مباراه تلاقيها مباراه قويه، يمكن بس انها تقريبا الكاميرون ونيجيريا، يمكن ده عشان في اهداف بغزاره شويه فتقدر تقول انها مباراه كويسه، مباراه رايحه جايه. لكن غير كده ما تقدرش تقول ان من بدايه البطوله مش تقول ان في منتخب قوي او في منتخب بيلعب كوره كويسه، على الاقل زي ما احنا كنا متعودين يعني قبل كده. فده انا شايفه يمكن. وفي ناس يقول لك اصل عشان الجو، ما احنا كنا بنروح افريقيا نلعب في افريقيا يعني، ده مهما كان الجو هنا ارحم بكتير جدا من افريقيا. انت عارف طبعا ازاي يعني، كنا بنستشهد هنا. اه طبعا انت كنت بتشوفه عارف يعني. لا طبعا انا الجو احسن بكتير جدا، الملاعب احسن بكتير جدا من افريقيا طبعا. البطوله كملاعب حاجه طبعًا. حاجه تبهر طبعا يعني. بنشكر محمد فضلي جدا على كل اللي معاه. اه طبعا كله يعني، بس بنتكلم هو. بس عايزين يا جماعه نقول بقى محمد فضلي يبقى وزير الرياضه، ومحمد فضلي يبقى وزير مش عارف ايه، محمد يعني الراجل زعلان منه ولا ايه؟ لا انا محمد فضلي لا طبعا، لا شخصيه محترمه جدا 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 جدا. وبعدين انت كان محمد فضلي قبل البطوله ازاي؟ محمد فضلي ومحمد لسه صغير. محمد قال للناس كلها يا جماعه محمد غير مقاييس كتير. بس انا مشفق عليه في ايه بقى؟ انهم عايزينه يبقى كل حاجه. طبعا عايزين يبقى كل حاجه دلوقتي، فخلوه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يديله المركز اللي هو يليق بيه باذن الله في اللي جاي. لكن طبعا ده حاجه تفرح طبعا، حاجه تبقى طبعا حد زي محمد فضلي طبعا. لا وفي طبعًا السن ده لا طبعا 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 حاجه جميله يعني. شبابنا بيشرفونا في اي مكان. حسام غالي مشرفنا في طبعا حاجه طبعا الحمد لله طبعا. دي حاجه مهمه جدا بالزبط. وحاجه تحس ان في حاجه بتتعمل، ان اللي اتربى جوه النادي اتربى على حاجات كتيره جدا، مجرد ما بياخد المجال بتلاقيه ناجح فيه. فدي طبعا حاجه كويسه جدا يعني. هو بص، هو في سؤال اللي هو تقييمك لاجري، بس انا مش هسأله. لا خلاص ما احنا اتكلمنا يعني، حرام خلاص اتكلمنا يعني. طيب انت قلت لي الجزائر ومعاه مين؟ السنغال برضو، وبرضو ماتش نيجيريا وجنوب افريقيا هنشوف. اتوقع نيجيريا يعني. السنغال كسبت يعني النهارده. انا بقول انا ممكن السنغال برضه زي ما انت بتقول مش ظاهر. مفيش حد انا بقول لك البطوله كلها اغرب ما فيها مفيش حاجه فنيه كويسه كمنتخب او كافراد يعني على المستوى الجماعي. بس انت مش حاطط ايدك على سب؟ لا مش عارف يعني حاجه ايه يا جماعه ده في يعني مش عارف بجد يعني. حتى لو كل حاجه البطوله معموله في وقت غير وقتها الطبيعي معاك، بس مش مع اللعيبه المحترفه دي كلها، مش مع كامل من الكم اللعيبه المحترفه الكبير قوي ده اللي متعودين على ضغط المباريات. طب نقول ارهاق مثلا؟ ما انا بقول لك مش معدول. انا مش معدول، انا مش شايفه ارهاق يعني. انا شايفه حاجه ثانيه غير كده. ايه مش عارف يعني. لكن ارهاق لا يعني، بنشوف متعودين بيلعبوا 40 ماتش في الموسم و50 ماتش وحاجه كده. لا مش هي دي المشكله يعني. انت تعرف كل الجماهير المصريه دلوقتي اتجهت للسنغال علشان ساديو ماني، عايزينه بقى يبقى هو احسن لاعب دلوقتي، وعايز ياخد مش عارف ايه وينافس، لان ساديو برضو طبعا مع ان ما نتمناش كده، لان احنا طول حتى طول الموسم بنتمنى ان صلاح يبقى. لا بس هو خلاص صلاح طلع. ماشي انا بقول لك ان حتى في الموسم بنتمنى ان هو صلاح يتفوق، يبقى هو قدام الفرقه، يبقى احسن لاعب. بصيره بص على الكوره ده، ما يبصيش لصلاح. والله صلاح لو يسمع التعليقات دي يا جماعه. لا كلنا هو طبعا عارف ان كل الناس بتحبه جدا، وكل الناس بتتمنى له احسن واحسن واحسن. بالعكس يمكن اكيد نسبه المشاهده لليفربول من سنتين، لا الامر اختلف تماما في كل حاجه، صفحتهم طبعا كل حاجه. فلا هو عارف ان مصر بقت هو عارف ان كل الناس بتحبه وتدعمه يعني، مع كامل الاحترام لكل المواقف اللي بتحصل سواء منه او من اتحاد الكوره او من ايا او من الجمهور. لكن هو عارف ومتاكد ان كل الناس بحب مش اكتر من كده. ده حب طبعا مميت. طبعا هو عارف ان في حاجات كتير، حب الام لابنها. هو عارف ان في حاجات كتير ومقتنع بكده، ان في حاجات كتير جدا هو اتحط فيها، او جوايز خدها، جوايز فرديه خدها ومساندة الجمهور. هو اكيد عارف كده ومتوقع كده. والدعاء طبعا ومجهوده طبعا. طبعا وشخصيته طبعا. شخصيته طبعا هو حاجه ما شاء الله. حاجه محترمه جدا جدا يعني. ما شاء الله يعني. بترشح الجزائر يعني ومع اما السنغال ولا الجزائر يعني لسه بكره؟ وانت ما انا بقول لك بكره حسب ماتش بكره ده ولا هيفرق كتير ممكن جدا. ممكن الكوت ديفوار. لا ان شاء الله اتمنى الجزائر طبعا. يعني في مفاجآت، بس الجزائر عارف اقنعتنا كلنا ان ممكن ما يحصلش. على الاقل في اداء كويس، في اداء ثابت. يمكن انا حتى قبل البطوله كنت بسمع اكتر من تعليق لتريكا بيتكلم بشكل محترم جدا على المدير الفني لمنتخب الجزائر، على شخصيته، وكان بيتكلم كويس جدا يعني من قبل البطوله يعني. والامانه برضو ظهرت بشكل كويس جدا خلال البطوله يعني. ومعاه نجوم كبيره كمان طبعا. مسيطر بس نجوم عليها. كبيره ومؤثره مسيطر عليها كمان. بس يعني نجوم كبيره ومؤثره في جو التزام. بس يمكن برضو حتى ده حصل مع المغرب برضو، ضربه الجزاء اللي ضيعها في الدقيقه 90 حاجه خاصه طلعتهم من البطوله. يعني طلعت البطوله ليه يعني؟ انا وجهه نظري هو اللعيب اللي هو المصاب، هو اللي اتعامل مع ضربه الجزاء ومصاب ده 90، مش لازم الا شوطه.
يعني مش لازم هي ضربات مش عشان النجم لا معاك بس في حاجات ممكن ما يبقاش هو رقم واحد ومسكه الكره شط ده وارد برضه ومانين ضيع ضربتين جزاء جاب اتنين بس ليه تصريح انه خلاص مش هشوط تاني مش هيبقى اناني بعد اربع ضربات جزاء مش هيبقى اناني والله ما شويه ضربات جزاء تاني بعد اربع ضربات جزاء في بطوله في اسبوعين او ثلاثه مش عايز يبقى اناني مش عارف المدرب اللي اثر فيك قوي اقنعك قوي هو مدرب يعني ما هو في فرق يعني مدغشقر دول حاجه تحترم حاجه تحترم بنين حاجه تحترم مع خروجها النهارده يعني فرقه تحترم يعني لكن بتتكلم زي ما قلنا ان منتخب او مدير فني بالماضي مدير فني منتخب الجزائر على الاقل لحد دلوقتي يعني احنا شفنا تونس كمان كانت اداء يعني بعيد خالص عن المتوقع ولكن وصلوا الادوار النهائيه امبارح بيكسبوا ضربات جزاء منتخب قوي يعني كسبوا منتخب قوي يعني فتحس برضو ان الاداء زي ما بقول لك كل المنتخبات مش ده المتوقع خالص يعني السؤال اللي هو العام 24 فريق كانوا كتير اثروا على مستوى البطوله بالعكس انا مش حاسس كده لو اثروا يبقى تتكلم على الفرق اللي اول مره تصعد المفروض تخرج من الادوار الاولى مش كده لو هي دي المشكله بالعكس انت عندك مدغشقر وبنين وصلوا ادوار او صعدوا من المجموعات بشكل كويس جدا باداء كويس جدا اوغندا نفس الكلام فلو انت بتتكلم لو الفرق الزياده دي المستوى الفني اقل تقول اثرت على المستوى الفني للبطوله لكن بتتكلم فرقتين او ثلاثه قدوا بشكل كويس جدا وعدوا مرحله المجموعات كمان تمام تعالى نروح لملف بقى الدوري بتاعنا اللي مش عارفين ربنا يكرمنا يخلص على خير ان شاء الله بس تعالى نطلع فاصل عشان تشرب بتاعنا اجيبولك حاجه تشربها ولا لا بس انا بشرب ميه بس انت نطلع نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم اللي منورني ومشرفني النجم احمد صديق اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومنورني ومشرفني احمد صديق نجم الاهلي ملف الدوري بقى وهنفتحه تاني بعد كاس الامم شايف الدنيا تبقى عامله ازاي الماتشات تبقى عامله ازاي في تشبه حصل ولا خلاص بقى عايزين نلعب ونخلص الدنيا الاهلي بطل الدوري الزمالك ممكن يتعثر ايه اللي شايفه يعني احنا نهايه مستنينا بقى لنا كتير قوي فيلم طويل قوي نهايه طويله جدا لكن كلنا عارفين طبعا ان في اسباب كتيره جدا منها بطوله افريقيا دي نتمنى بس ان شاء الله انه يتم على خير كده بشكل كويس بشكل محترم في النهايه باذن الله ونبدا موسم بقى ان شاء الله افضل يعني اكثر انتظاما وترتيبا والامور تمشي بشكل افضل من كده ان شاء الله يعني شايف ماتشات الزمالك الجونه اسماعيلي اهلي ماتشات صعبه لكن انا يمكن كنت معاك من حوالي اكتر من اربع شهور او خمس شهور وسالتني سؤال كده كان الاهلي بعيد شويه وبعيد قوي كمان يعني قلت لي مين بطل الدوري قلت لك الاهلي حتى انت احنا كاهلاويه بنبقى عندنا انت استغربت شويه كده مني حتى مش يعني استغربت مني شويه لكن انا قلت لك انا فاتمنى ان شاء الله ان استغربت شويه نفسي استغربت لك انا لا يعني انت استغربت ان انا قلت كده ان شاء الله يا رب اتمنى كده ان الامور برده ان شاء الله تتم كده الامور الحمد لله قربت بشكل كبير جدا لكن مش معنى كده ان الامور حسمت لا بالعكس لسه في ماتشين مهمين جدا المقاولين والزمالك بعيد عن ان الزمالك اتعثر او لا اتمنى ان شاء الله الاهلي يكسب الماتشين وياخد ويحسم الدوري بفرق النقاط من غير ما يستنى اي مباراه ثانيه شايف معسكر اسبانيا وتغيير جو وتغيير روح وتغيير مكان شايف مفيد ولا كنا قعدنا هنا شايفها برضو ازاي قول لا ده حاجه مهمه جدا كان لازم تحصل تمام لازم تحصل يعني طبعا بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي انه وفر معسكر في التوقيت ده لانه كان لازم اللعيبه اكيد كانت هتبقى في حاله ملل غير طبيعي الجهاز الفني بقاله فتره طويله برضو ما كانش عنده المساحه الوقت الكافي انه يشوف كل اللعيبه بمعسكر او من غير ماتشات رسميه فلا انا شايف انه يبقى حاجه مهمه جدا المعسكر ده وجه في توقيته يعني تمام طب تيجي نطمن على معسكر الاهلي في اسبانيا تمام يلا بينا انا لسه مطمن عليهم النهارده بس نكمل نطمن عليهم بقى لايف دلوقتي معايا زميل العزيز كريم احمد كريم مساء الفل مساء الفل عليك يا كابتن ميدو برحب بيك في البدايه وبرحب كابتن احمد صديق طبعا وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي
طمنا على الجو عندك، طمنا على كل كبيرة وصغيرة في معسكر فريدي. انت عارف الجماهير المصرية هنا والجماهير الاهلاوية كمان تحديدا نفسها تعرف كل حاجة بتحصل في المعسكر، وطبعا انت يعني احسن حد بتدينا كل التفاصيل. حبيبي يا كابتن ميدو، احنا دلوقتي الساعة 9:30، لكن انت شايف ورايا الجو نور، لسه الشمس ما راحتش ولسه النور ما راحش عندكم. طبعا اكيد الجو مختلف بشكل كبير، ده يمكن عامل جو مختلف شويه مع لعيبه النادي الاهلي. التدريبات فيها رفع حمل بدني بشكل كبير جدا يا كابتن ميدو، والتركيز الكبير اللي احنا بنلمسه في كل المعسكرات اللي بيكون في المباريات مختلف بشكل كبير جدا. المعسكر ده زي ما اكدت انت اكيد وقلت خلال حلقاتك وخلال كمان الحلقه دي، المعسكر ده مختلف محتاج تركيز زياده، لان احنا بنكمل دوري، وبناكد على النقطه دي لان كالعاده الكابتن سيد اما بيكون في كفسده وحفيظ طبعا مدير الكره ما بيكون في اي معسكرات ما بيكونش فيها اي مباريات بعديها، بتبقى الامور كلها فري، بنقدر ان احنا نسجل مع لعيبه نخرج معاهم نسجل معاهم نتكلم في امور كثيره جدا. لكن انا بحترم طبعا قرار الكابتن سيد والجهاز الفني بالكامل ان في غلق كبير جدا على معسكر فريق النادي الاهلي، تدريبات متلاحقه، وقلنا قبل كده واكدنا فرسيلنا ان بيبقى في بعض الحاجات الترفيهيه لعيبه النادي الاهلي ومحدوده كمان، يعني هي اوضه فيها بلاي ستيشن وفيها بينج بونج فقط لغير في الفندق او في المنتجع اللي احنا متواجدين فيه. التجهيزات كلها بالنسبه لمعسكر فريق النادي الاهلي حتى هذا اليوم يا كابتن ميدو على اعلى مستوى، في استفاده فنيه بشكل كبير، تدريبات صباحيه ومسائيه، النهارده تدريبين، تدريب صباحي الساعه 9:30 وتدريب مسائي الساعه 6:30، في توزيع للحمل التدريبي الفني والبدني، يعني الصبح بنقدر ان احنا نشوف التدريب بياخد يمكن ساعه وساعه ونص كمان، كلها سبرنتات كلها احمال جيم، كل اللعيبه بتشارك كمجموعات، بيحاول مستر مارتن والجهاز والخاندرو بالتحديد اللي انا عايز اشيد بادائه بصراحه يا كابتن ميدو بيقوم بدور كبير جدا، وفي خطه موضوعه لرفع معدل اللياقه البدنيه بشكل مميز جدا. القياسات اللي كانت في مختار التتش قبل السفر الى اسبانيا فرق بشكل كبير جدا، قدر الجهاز الفني ان هو يقدر النقصات اللي عند كل لاعب يقدر يزودها بشكل كبير، كل اللعيبه في قياسات في ارقام في ملفات كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي، لكن اقدر اقول لك فنيا المعسكر ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يستفيد بيه بشكل كبير جدا. المباراه الاولى تابعناها النتيجه 9-0، النتيجه طبعا اكيد ما بتهمش الجهاز الفني ولا اللاعبين على قد ما هم بيهمهم ايه اللي اتطبق في التدريبات ايه اللي اتطبق في المباريات، لكن كمان المباراه القادمه هتكون مباراه مهمه ومباراه قويه جدا، تدرج في المستوى بشكل كبير خلال المباريات. المباراه الماضيه كانت فريق من الدرجه الثالثه، المباراه الغد باكد على مباراه الغد هتكون في تمام الساعه 6:30 هنا بتوقيت اسبانيا وايضا كمان بتوقيت القاهره، التوقيت ما فيهوش اختلاف خالص يا كابتن ميدو، مباراه مهمه جدا امام فريق نيوبورت الانجليزي، فريق مميز، الملعب كمان هيكون مختلف، الملعب الاول كان ملعب هنا في لافينكا المنتجع المتواجد في اسبانيا، ملعب مش مجهز للمباريات لان هو ملعب تدريب، لكن الملعب اللي هيخوض عليه النادي الاهلي المباراه الغد هو ملعب بيناتار ارينا، ده ملعب مميز جدا يمكن بيتسع ل 2000 مشجع مجهز كمان لكل الامور الخاصه باستقبال اي مباريات، وزي ما بقول لك كمان في محاضرات كثيرة جدا لهذه المباراة، لأن زي ما بنقول خلاص النادي الأهلي عنده مباراتين، مباراة يوم 12 يوم 11 ومباراة يوم 15 أمام فريق يوكا موريسي الأسباني، مباراتين مع الفرق الأسبانية ومباراة مع فريق من الدوري الإنجليزي، إن شاء الله بإذن الله تكون كل الأمور مهيئة لفريق النادي الأهلي يستفيد من المعسكر ومن المباراة وبدون إصابات. امبارح كانت في كدمة قوية كده لناصر ماهر قلقنا وقلق الجهاز الفني، كنت أسألك في روح كبيرة وفي حماس كبيرة متابعينها في معسكر فريق النادي الأهلي والتحذيرات المستمرة بالظبط يا كابتن ميدو، التحذيرات كمان من الجهاز الفني، لكن اللعيبه عارفه الفتره اللي احنا فيها وعارفه اهميه المعسكر، كل عايز يشارك والكل عايز يثبت للجهاز الفني ان هو جدير انه يكون متواجد في الفريق الاساسي او التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي، لكن الروح المعنويه اللعيبه الشباب المتواجده حاجه رائعه جدا، عربي ومحمد عبد المنعم مصطفى شوبير احمد طارق سليمان رمضان مصطفى محارس المرمى يعني قايمين بدور كبير مع كابتننا طبعا كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي احمد فتحي اللي بيحاولوا ان هم يدخلوهم في المود يدخلوهم في وسط لعيبه النادي الاهلي على طول، بيدوهم تعليمات وبيدوهم كمان تعليمات مهمه جدا لان هنحتاجهم الفتره اللي جايه. النادي الاهلي يا كابتن ميدو انت عارف بيعتمد على الشباب ويعتمد على قطاع الناشئين، عندنا لاعبين مميزين جدا لكن الظروف هي اللي بتحسم طبعا المشاركه من عدمها او ان يكون في احد اللاعبين متواجدين في الدرجه الاولى ولا لا. نقطه كمان مهمه يا كابتن ميدو، ده الانطباع اللي انا لمسه هنا من معسكر فريق النادي الاهلي مع الامر اللي ما كناش نتمنى ان احنا نكون متواجدين فيه، والنادي الاهلي ما بياخد خطوه ان هو بيخطر اتحاد الكوره او بيرسل خطاب ان يا جماعه الامر ده هيسبب لنا ازمه، الامر ده ممكن يسبب ازمه لكل فرق الدوري المشاركه في البطوله الافريقيه وهو القيد الافريقي. تمام،
امر صعب جدا يا كابتن ميدو. انا عارف ان انت هتتكلم عليه باستفاضه واتكلمت اكيد عليه والقناه عندنا بشكل كبير، لكن مأثر على الكل. يعني طبعا انت دلوقتي في موقف مش عارف ايه اللي هيتم، الموضوع بقى متأزم بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. كابتن سيد فاصل الموضوع ده خالص وحاطط اللعيبه في تركيز في المعسكر، لان الامور الاداريه دي بتترك طبعا لمجلس الاداره وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ. لكن بنتمنى خلاص، يعني هو امر وحصل، بنتمنى اللي جاي ما يبقاش كده خالص. يعني يا رب يكون في جدول منتظم، مباريات منتظمه، ملاعب منتظمة. ما النادي الاهلي ما يفاجئش ان هو راجع من مباراه اي في البطوله الافريقيه يشارك بعديها في ملعب تاني غير الملعب، بتعديل تاجيل ان شاء الله باذن الله. بنامل الفتره اللي جايه من اتحاد الكره يكون في استقرار على جدول الدوري واستقرار على المباريات واستقرار على المواعيد. ايضا كمان نقطه مهمه جدا وهو مشاركه محمود وحيد. يمكن محمود كان بيشارك ايام الماضيه في التاهيل، ما كانش بيشارك كره خالص يا كابتن ميدو، وهو كان محمد عبد المنعم ومحمود وحيد هما الاثنين المصابين فقط لا غير في فريق النادي الاهلي. شارك محمود وحيد النهارده صباحا في التدريب، اطمنا عليه، كان عنده نغزه كده وكادمه في العضله الخلفيه. وطبعا كابتن طارق عبد العزيز اخصائي للتاهيل مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود بيقوم بدور كبير معاه. الامور كلها مطمئنه يا كابتن ميدو، ينقصنا ان شاء الله ان احنا نستفيد من هذا المعسكر بكل تاكيد ان شاء الله، وثقتنا كبيره في لعيبه النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن ميدو لو في اي استفسار. اكيد يا كريم، وكلمني على انضمام رباعي المنتخب ان شاء الله اللي هيكونوا متواجدين في المعسكر، واكيد مستر لازارتا هيعقد معاهم اجتماعات عشان يخرجهم اكيد من الروح اللي هم فيها. قبل كمان الرباعي جيرالدو كمان انضم، جيرالدو اكيد. صوت طمن عليه، وصل الى اسبانيا وشارك النهارده، حالته البدنيه مطمئنه جدا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي في بطوله الدوري يشارك ويكون ليه دور كبير جدا. انضمام الرباعي لمنتخبنا الوطني في خلال ايام خلاص، انا يمكن حصلوا على التاشيره، ومن اسئلتنا انا يمكن في خلال ال 48 ساعه القادمين ان شاء الله يكونوا متواجدين. النادي الاهلي في اتجاه كابتن ميدو، بس يعني لسه الامور دي، يعني لكن من خلالك في اتجاه ممكن الفتره تزيد شويه لثلاث ايام هنا في اسبانيا، لكن ما اتحسمش الامر ده. احنا الطبيعي طبعا احنا نكون في القاهره يوم 16، لكن في يعني طبعا لعيبه المنتخب لما تكون متواجده هتقعد ثلاث ايام بس يا كابتن ميدو. ففي دراسه من الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ الجهاز الاداري ان يكون في ثلاث ايام اخرى في معسكر النادي الاهلي يكون هنا في اسبانيا، لكن باكد لك لسه الامر ده ما اتحسمش بغض النظر ثلاث ايام قادمين او اكثر ان شاء الله. بشكل عام لعبتنا تركز بشكل كبير جدا في هذا المعسكر، نعود بدون اصابات بدون اجهاد، لعبنا نكون في التوب فورم ان شاء الله يا كابتن ميدو. يعني مباراه المقاولين ومباراه الزمالك الدوري 41 ان شاء الله يا كابتن ميدو يكون في مقر النادي الاهلي باذن الله. كريم احمد دايما متميز، بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من اسبانيا من مقر معسكر فريق النادي الاهلي، شكرا جدا ليك. طمنا الناس على المعسكر وكله تمام، بس انا كنت عايز اساله، بس الصوت الصوت جه في الاخر كده ما كانش مسموع، كنت عايز اساله بقى مين اللي بيكسب في البلاي ستيشن ومين اللي بيكسب في البنج. تلعب بنج ولا بلاي ستيشن احسن؟ لا بنج، انا بلاي ستيشن لا. اقول لك انا ممكن اقول لك اللي مين بيكسب دلوقتي ليه؟ مين في البنج؟ حسام عاشور هتلاقيه بيكسب. تمام، حسام من زمان هو بيلعب البنج، هتلاقيه حسام عاشور بيكسب مسمار حتى في البنج ان شاء الله. بلاي ستيشن لو شريف اكرامي موجود طبعا ربنا يرجعه بالسلامه طبعا، وبقول له الاول كل سنه طيب. كنت ماشي عقبال 100 سنه كده ان شاء الله. انا كلمته النهارده على التليفون وقلت له كل سنه طيب ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه باذن الله. لو هو موجود كنت اقول لك هو اللي بيكسب بلاي ستيشن، مخطبوط بلاي ستيشن. مع اني سمعت انه تقريبا فتره بقاله فتره كده اعتزل بلاي ستيشن شويه. كل التوفيق لمعسكر رجالتنا في اسبانيا، وان شاء الله يرجعوا محققين كل الاهداف في المعسكر زي ما قال زميلي كريم احمد. قلت لكم ان كان في ضغط بدني شويه من الخاندرو، وكمان عامل قياسات هنا، ان شاء الله يعني تؤتي بثمرها باذن الله ويرجعوا فايقين للماتشين اللي باقيين بعد يعني حاله ملل كبيره قوي. وان شاء الله مشكله الكود الافريقي اللي اتصدرت لنا كالعاده بنبقى قاعدين وبيتصدر لنا مشاكل ان شاء الله يشوفوا لها حل وتعدي على خير. نيجيريا كسبانه جنوب افريقيا 1، مضيعين اربع انفرادات او اربع يعني. اربع اهداف متوقع يعني النتيجه ممكن تبقى شبه متوقعه يعني. انت متوقع كده؟ والله ماشي. يعني جنوب افريقيا فرقه قدمت، ولا احنا اللي كنا تعبانين؟ لا احنا اللي ما كناش كويسين يعني. مش كويسين. انت حتى لو بصيت لماتشاتها في المجموعات ما كانش فيه الاداء اللي عملوه في ماتشنا احنا يعني. عشان كده متوقع ده تقريبا صاعدين ثالث جنوب افريقيا تقريبا، صح كده ولا؟ احسن توالت يعني. مش عايز اتكلم بقى، مش عايزين لا يعني مش بنتكلم في اللي فات، احنا بنتكلم على دلوقتي يعني، فبنقول هم صعدوا كده ازاي؟ هم خسروا ماتشين وكسبوا ماتش. بس خسروا ماتشين كانوا فرقتين جامدين جدا، عشان كده انا قلت في مباراه الماتش في الدقيقه 90 يعني برضه. بالظبط، قلت خلي بالكم يا جماعه مش مقياس خالص.
يعني وقتنا خلص، عايز اسالك بس سؤال. طبعا الفيوم معروفه بعشق اهل الكوره، في اكاديميه الاهلي في الفيوم؟ لا احنا بنسعى، يمكن انت فتحت او تسالني سؤال مهم جدا بالنسبه لي. طبعا انت عارف الفيوم يعني غير ان هم يحبوا الكوره والرياضه بشكل عام، غير انه يعني 90% منهم اهلاويه، دي حاجه معروفه يعني. ما فيش اكاديميه للاهلي هنا؟ لا بس انا الحمد لله انا مقدم طلب للكابتن خالد بيبو والمجلس الاداره ان انا طالب اقدم اعمل فرع لاكاديميه النادي الاهلي في الفيوم. انا شايف ان ده حاجه مهمه جدا لازم تحصل، في عدد كبير جدا في لعيبه ومواهب بتطلع كتير جدا من الفيوم. قدمت الورقه وان شاء الله مستني الموافقه باذن الله قريبا، يعني يمكن تقريبا لسه هتحدد. كويس ان هي جت لك الفكره دي. طبعا حاجه مهمه جدا. انا يمكن الحمد لله بس ما فيش اصلا هناك. لا ما فيش اكاديميه للنادي الاهلي. يمكن انا الحاجه الخاصه انا عاملها، عندي حوالي 4 اكاديميات لوحدي، لكن طبعا لما يجي اسم النادي الاهلي بامكانيات. مش هتكلم بقى، مش هتكلم. لا ما لاش بتتكلمش. فطبعا لا هتبقى حاجه مهمه جدا جدا. انا بقالي فتره مكلم خالد بيبو مقدم ورق، مقدم الطلب. لازم. ان شاء الله لازم. وباذن الله يعني يمكن لسه النهارده قبل ما اجي على الهواء كده معاك اتحدد ميعاد ان شاء الله نيجي ويشوفوا الملعب، هتبقى في المحافظه نفسها باذن الله. ان شاء الله هيبقى في عدد كبير جدا، لان الناس اكيد بتتكلم، الناس بقالها كتير جدا حتى بتطلب مني انا شخصيا. اكيد يعني بقالي أكيد. فتره الناس بتطلب مني انا شخصيا لازم يكون في اكاديميه في النادي الاهلي، فرع لاكاديميه النادي الاهلي في الفيوم. عارفين ان الاهلي متواجد في السويس وفي الشرقيه والمنصوره بالظبط، في اكتر من مكان يعني بالزبط. والعكس الفيوم كمان هيبقى في عدد كبير جدا اكيد. الناس بتحب الكوره جدا، بتحب النادي الاهلي. في مواهب وممكن اسماء كتير جدا وكبيره جدا بتطلع من الفيوم اكيد. ان شاء الله يكون الموضوع يخلص كده قريب باذن الله، ونقدر نعمل خدمه لمحافظه الفيوم اللي انا بنتمي ليها يعني، ونقدر برضو ان شاء الله من خلالها نقدر نطلع مواهب للنادي الاهلي باذن الله. يا رب ما يكون اينو بيسمعك، هروح اخد خيمه دلوقتي في الفيوم. ما الفيوم قريبه، الفيوم قريبه يا اينو. انا اللي عامل الاكاديميه دي. الفيوم اقرب من اسوان يا اينو. انت عارف اينو هقول لك بص سيب لي الامارات، انت عارف اينو مش هيسيبك. لا ما انا عارف، او شديد شديد يا عم اينو الحق ده. انا هسيب لهم الامارات واقعد هنا ان شاء الله. امبارح احنا فضحنا نفسنا احمد على الهوا، شديد مش هيسيبك هو. ربنا يسترها ان شاء الله ونروح على خير بس ان شاء الله. كل التوفيق ليك وان شاء الله. فكره كويسه قوي ان انت تعمل اكاديميه باسم النادي الاهلي. طبعا في مدينه كبيره زي الفيوم بيعشقوا النادي الاهلي وبيعشقوا الكوره هم اصلا. طبعاً. انا استغربت بصراحه ان مفيش اكاديميه، لكن اكيد متهيألي خالد هو كان المشكله خالد. كان في تقريبا اكتر من حد مقدم طلب، بس كان المشكله في مكان الملعب، لكن الحمد لله انا قدرت اتواصل مع مكان ملعب كويس جدا في المحافظه. ما تقولش الملعب. لا مش هقول ان شاء الله عشان اسمع مني. فالحمد لله قدرت اتواصل كده مع مجلس اداره ملعب معين. بشكرهم طبعا برضو انهم في تفاهم وتواصل ان شاء الله. ملعب فرحين برضو الاهلي طبعا، حاجه كبيره جدا النادي الاهلي يكون موجود في محافظه الفيوم نفسها ايا كان المكان. فقدرنا نوفر الحمد لله ملعب في المحافظه نفسها عشان يبقى قريب للناس كلها ويستوعب كل المراكز اللي حوالين المحافظه، وان شاء الله قريب كده ان شاء الله ناخد الخطوات النهائيه باذن الله ونبدا ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق ليك يا احمد في اللي جاي، وان شاء الله تحقق كل اللي انت عايزه. انت حاجه جميله جدا يعني، شهادتي فيك مجروحه. الله يكرمك يا احمد. اللي انا شفته معاك يعني حاجه منتهى الاخلاق ومنتهى الادب كلاعب النادي الاهلي بصراحه. الله يكرمك. واحد فخور ان هو انت من الاهلي ولاعبته حتى لو فتره حتى لو يوم. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله تحقق كل اللي انت عايزه. انا بشكرك يا ميدو، وبشكر المسؤولين عن القناه ودايما معاكم في بيتي في قناه النادي الاهلي. اكيد شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا جدا. كان معايا النجم احمد صديق في اولى فقرات الاهلي الليله. بعد الفاصل هيكون معاكم النجم خالد العوضي وضيوف الكرام. بتشرف بيكم دايما ومع الف سلامه، واشوفكم بكره على الف خير.